بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب حبر من دم وقلم من حظم يوم 12 جوان 2021. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. منشورة جديدة من كتاب حبر من دم وقلم من عظم. الكتاب هو مسجل لدى الديوان الوطني لحقوق التأليف والحقوق المجاورة بوزارة الثقافة، لهذا يمنع من عنبة النقل منه أو التحويل إلى أعمال أخرى بدون رجوع إلى صاحب الكتاب وهو أنا. بسم الله. في أحد الأيام من سنة 1998 كنت في الفوج 12 مظلم غوير، وكنا نتمركز بمنطقة شار بولاية سيد بلعباس. وفي أحد الأيام تم تكليفنا بمهمة بحث عن قبر الأمير الجهوي قادة بن شيحة، بعد أن أصبناه بجروح بليغة في اشتباك في وجه شولي بولاية المسان، ثم هرب من المعركة رفقة مجموعة القيادة والأركان التابعة له، ثم فر نحو غابات لاغ وزقلة وميرين بولاية سيد بلعباس، وهنالك تم القضاء عليه من طرف الأمير العقال المنوئ له. وبحثنا عنه كثيرا في تلك الغابات وغابات ولاية سعيدة، ولكن بدون جدوى. وفي أحد الأيام تم القبض على أحد الإرهابيين بوسط مدينة سيدي بلعباس من طرف وحدة الأمن العسكري، وبعد التحقيق معه تبين أنه إطار في الفرقة في الغرفة التجارية لولاية سيدي بلعباس، وفي نفس الوقت يشغل مقاتل إرهابي مع فرقة الموت التابعة للأمير قادة بن شيحة، ولكنه غير معروف لدى مصالح الأمن والجيش، ولكن مصالح الأمن العسكري تفطنت له وأوقفته، وتبين أنه كان مع الأمير قادة بن شيحة أثناء الاشتباك معنا في تلمسان، وكان معه أثناء القضاء عليه وهو مجروح من طرف الأمير العقال بغابات زقلة بسيد بلعباس، ثم تم تسليمه لنا من طرف القطاع العسكري لولاية سيد بلعباس، ثم أخبرنا أين هو مدفون الأمير قادة بن شيحة أمير الجهوي رفقة الأمير آخر كان معه. ثم ذهبنا على متن سياراتنا، ثم وقفنا عرباتنا في بداية الغابة لأن الطريق غير موجود تماما للسيارات، فواصلنا التمشيط رفقة الإرهاب المقبوض عليه وهو مكبل بالأصفاد من اليدين، وكان هو من يرشدنا على الطريق المؤدي إلى أعلى الجبل المدفون فيه الأمير الجهوي قادة بن شيحة وأمير آخر مقرب منه، وفي إحدى قمم الجبال في وسط الغابة غابة الصنوبر، وهذه المنطقة الغابية غير بعيدة عن مدينة سيدي بلعباس، ولكن نسيت اسمها الله أعلم في طريق تنيرة، الله أعلم في طريق تنيرة، لم تأخذني الذاكرة. حتى وصلنا للقبرين فوجدناهما، ثم بدأنا بالحفر بالفأس والرفش، فنبشنا القبر الأول فوجدناه أسفل التراب مغطى بالأشجار المقطوعة، فنزعناها، ثم أخرجنا الجثة الأولى فوجدناها في بداية التحلل، والدود بدأ بالانتشار فيها، وكان مدفون بلباسه التي مات بها، وهي قشابية صوف وسروال ومعاطف وكذلك شاش أخضر على رأسه. ثم نظفنا الجثة من التراب وبعض الدود للتأكد من الوجه، ثم قال لنا ذلك الإرهابي أن هذه الجثة تعود للأمير زميل قادة بن شيحة، وجثة الأمير قادة بن شيحة إذن في القبر الثاني المجاور للقبر الأول لا يبعد عنه بحوالي متر فقط. ثم بدأنا بنزع التراب من القبر الثاني حتى وصلنا للجثة داخل القبر، ثم استخرجناها من القبر ومسحنا منها التراب وبعض الدود من الوجه، فوجدناها بدأت تتحلل والدود ينتشر فيها في البطن، وكان يلبس كذلك قشابية بنية من الوبر وعدة معاطف تحتها وشاش أسود على رأسه. ثم سألنا الإرهابي الموقوف هذا من قال لنا إنه الأمير قادة بن شيحة، وقرت عينيه بالدموع عليه، ثم مسحها وقال لنا إنه الأمير قادة بن شيحة،
ثم تأكدنا من صحة أقواله من خلال رجل قادة بن شيحة التي فيها عيب خلقي، فوجدناه هو طبعا هو الذي أرهب الجهة الغربية للوطن من عين الدفلة إلى ولاية لمسان، من ولاية عين الدفلة إلى ولاية لمسان كلها كان تحت إمرأته، كلها تحت إمرأته، وبث الرعب حينما حل وتمركز. طبعا إنه هو الأمير خالد بن شيحة الذي تقريبا احتل ولاية لمسان، لم يبقى منها إلا قلب المدينة، وكان يقف فوق حي بودغن بولاية لمسان على حافة لالة ستي ويسبهم من رئيس الجمهورية إلى حارس البلدية بمكبر الصوت، ولا أحد استطاع خدشه برصاصة أو الاقتراب منه نظرا للحيلة الحربية ومكره في نصب الكمائن. ولكن أخطأ حساباته تماما في التعامل والمواجهة مع الفوج 12 مظل مغاور، الفوج الرابع مظل سائقة، لاحقوه أينما هرب وتصدوا له كما وتصدوا لكل كمائنه وهاجموه أينما ظهر حتى أفلسوه في العدة والعتاد، وتمكنوا من إعطائه ضربة في الظهر بالرصاص ألزمته الفراش، حتى تمكن منه أمير آخر أقل قوة منه ومعادي له، وبعد ذلك حملناهم على أكتافنا في محامل الموتى. وبعد ساعات من المشي في الغابات من المنحدرات وصلنا لعربتنا، ثم أخذناهم للاثنين إلى مدرسة الصحة العسكرية بولاية سيدي بالعباس لكي يجروا لهم التحقق من جثة بالحمض النووي. ولكن بعد أن وضعت الحرب أوزارها واستدب الأمن والأمان في الوطن، وأصبح كل المواطنين يمشون في الطريق ليل ونهار أمينين بدون أن يعترض طريقهم أحد ويستفزهم، وأرجعنا الغابات إلى منتزه للعائلات بعد أن كانت مرتاعة للموت والذبح، تنكرت لنا هذه الدولة الجزائرية وحكامها وسرقوا حقوقنا من العطلة السنوية التي لم نحصل عليها لعدة سنوات ولم نعوض عليها، وكذلك تم شطب الآلاف ممن قاتلوا الإرهاب لعدة سنوات، منهم من عقد 4 سنوات حتى 14 سنة، 7 سنين، 8 سنوات شطبوهم لمختلف الأسباب وبدون أسباب، أو منهم من ضغطوا عليه لطلب الشطب ولم يحصلوا على أي تعويض بسبب ما أصابهم من أمراض مثل الجنون بسبب الدماء والروماتيزم بسبب البرد الشديد في الكمائن أو السير في الشاحنات غير المغطاة في الشتاء. وأكثر من هذا بل خرجوا عليهم في وسائل الإعلام بخطابات غير منطقية وغير صحيحة بإيهام الرأي العام أنهم شطبوا لسبب تأديبي، وهذا غير ممكن وغير صحيح، فالمصطوبين فيهم فئات نهاية العقد، ومع التأخير في التسريح بسبب الأوضاع الأمنية اللي فيهم من انتهت عقدها في نصف في العشرية السوداء، منعوا عليهم الخروج وأرغاهم على مواصلة العقد، وبعد نهاية الحرب شطبوهم. كما أن هذا القصة قصة كيفية القضاء على الأمير جاوي قادة بن شيحة كتبتها ردا على أحد تعليق أحد الصحفيات بقناة شروق الجزائرية التي نشرت طريقة كاذبة غير صحيحة حول كيفية القضاء على الأمير قادة بن شيحة، وتلك الطريقة التي نشرت وتلك القصة التي نشرتها وهي من وحي خيالها فقط غير مطابقة للواقع، ونسبتها لأشخاص لم يكونوا حاضرين أثناء القضاء على هذا الأمير الخطير، في حين الأشخاص الذين قضوا عليه وعاد استخراجه من القبر لم يذكرهم أحد، وفيهم مشطوبين وفيهم معطوبين حاليا ولم يذكرهم أي إنسان، ونسبوا العمل لأشخاص آخرين ونسجوا قصة من وحي خيالهم. هذه صحفية في قناة شروق ونشرت هذا التقرير عندما نصبوا اللواء قيدي قائد المخابرات، ونسبتها لفرقة المرسيدس وهي لا. وعوضا للاهتمام بهذه الفئة لما قدموا من هذه الحرب، فرحت هذه الحكومة تقمعهم عندما طالبوا بحقوقهم. فعوض الاهتمام بالناحية العقلية لهذه الفئة والنفسية نظرا
للحرب التي خاضوها، يكفيهم أن يكفيهم الدماء التي حملوها، يكفيهم الأجزاء الجسد أصدقائهم الذين حملوهم في أيديهم أن يكونوا مجانين.